وأكثر من 50 شهيد من بينهم 8 أطفال وعدد من النساء وأكثر من 90 جريح. الحصيلة الأولية ولربما الحصيلة الآن قد تكون قد ازدادت بعد أن قام الطيران الروسي الأسدي بقصف بلدة بزينة في شرق الغوطة الشرقية بالقرب من دير العصافير. هذه البلدة الصغيرة يعني يتواجد بها 5000 نسمة تقريبا، تم قصفها بأربعة صواريخ موجهة فراغية شديدة الانفجار. استهدفت هذه الصواريخ السوق الشعبي وسط بلدة بزينة، مما أدى لارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء محدثة مجزرة لأكثر من 50 مدني. يذكر هذه ليست المجزرة الأولى، مؤخرا كان هناك قصف عنيف جدا على مناطق المرشق الغوطة الشرقية. طيب براء، هل هناك أي تأكيدات أو إشارات بأن هذا الطيران الذي قام بهذه الغارة هو طيران روسي وليس طيران النظام؟ نعم، بالتأكيد كانت هناك بعض غرف العمليات التي ترصد المحادثات ولا سيما أجهزة التنصت لدى المعارضة. في كل مرة تعلم تماما يعني توقيت الطائرة التي تخرج من مطار أدمير أو من القواعد العسكرية الأخرى، هي من أكدت أن هذا الطيران هو طيران روسي. يذكر أيضا أن الفترات الأخيرة في الشهرين الماضيين الأخيرين كان الطيران الذي يحلق فوق سماء الغوطة الشرقية بنسبة أكثر من 70% هو من الطيران الروسي. وما طبيعة الصواريخ التي استخدمها الطيران الروسي براء في هذه الغارة؟ هي صواريخ لم كانت تستخدم قبل هذه الفترة في الغوطة الشرقية. هذه الصواريخ صواريخ فراغية تحمل أكثر من 300 كيلوغرام من مادة المتفجرات شديدة الانفجار. هذه الصواريخ تحدث على غير العادة انفجار كبير جدا تؤدي لسقوط أبنية بالكامل مؤلفة من 4 و5 و6 طوابق. هذه الصواريخ اليوم تم استخدامها مجددا في بلدة بزينة بعد أن أحدثت مجازر أخيرة في مدينة دوما وفي حموريا. طيب براء، نشطاء قالوا بأن هذه الصواريخ صواريخ موجهة، هل كان إذا كانت فعلا موجهة بالفعل، هل كان هناك مواقع عسكرية قريبة من هذا السوق؟ يعني لم يعد يخفى أحد أن النظام حينما يريد أن يستهدف المعارضة يستطيع أن يستهدف نقاط الجبهة ونقاط الربط والمقرات العسكرية، ولا سيما أن له عملاء على الأرض. لكن هذه المجازر هو يتقصد أن يحدث هذه المجازر. شاهدنا جميعا كيف تم قصف مدارس في مدينة دوما، شاهدنا كيف تم استهداف المساجد الأسواق الشعبية. حينما يكون النظام يريد أن يرتكب مجزرة يقوم باستهداف الأسواق الشعبية وأماكن تجمعات المدنيين. أشكرك شكرا جزيلا الناشط الإعلامي السوري براء عبد الرحمن، كنت معي عبر سكايب من الغوطة الشرقية. إلى